رح نحكي هلأ بفقرتنا الصحية زينب عن تبييض الأسنان، الخطوات التحضيرية قبل التبييض، وأيضاً أنواع التبييض، وإمتى بيكون التبييض غير فعال أو غير مجدي أنه نحن نعمله للأسنان وبحاجة لتعويض آخر لتجميل الأسنان. كل هالمعلومات رح نتعرف عليها أكيد لليوم مع الدكتورة هزار نشاوي، اختصاصية بطب الأسنان التجميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا هلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن مصطلح التبييض الدائم البحث عن كل الشباب والصبايا. خلينا أول شيء نعرف شو هو التبييض وطرقه. طبعا مثل ما بنعرف صار التبييض بالوقت الحالي من اكثر الاجراءات التجميليه والعلاجيه اللي بيلجؤوا لها كثير من الاشخاص، لانه اجراء سهل وسريع، يعني بنقدر نحصل فيه على نتيجه تجميليه خلال يوم او يومين. التبييض هو بشكل اساسي بيزيل الترسبات وبيزيل الطبقه الصفراء اللي بتتكون على الاسنان نتيجه بعض المشروبات او الاطعمه او طريقه الغذاء، وحتى نتيجه بعض يعني بعض انواع التدخين. كل هاي الامور بطريقه حياتنا اليوميه بتشكل لنا طبقه على الاسنان، طبقه صفراء بتسبب هذا اللون الاصفر. نعم تمام. طيب دكتوره خلينا نحكي اليوم على انواع التبييض والمراحل التحضيريه. يعني في اشخاص بيعرفوا انه انا بنيه اسناني لونها جيد، فاذا عملت تنظيف بشكل خلينا نقول كل 4 شهور او 3 شهور على حسب قد عندي تصبغات رح احصل على نتيجه منيحه، وفي ناس لا بدون تبييض. نحكي عن هذا الشيء. تمام. بالبداية كثير من المرضى بيجوا انه انا فورا بدي اعمل تبييض. هذا الشيء خاطئ بوقتنا الحالي. نحن بالبداية لازم نشوف حالة الاسنان، نشوف مثلا طبقة الكلس الموجودة على الاسنان، هي بتعيق التبييض. نحن بالبداية لازم نجهز الاسنان، نعيد تأهيل الحالة الفموية بشكل كامل قبل ما نجي ونطبق المادة المبيضة على اللثة وعلى الاسنان. كمان عندنا تسوس الاسنان او النخور، احنا ما فينا نطبق التبييض مباشره اذا في نخور بالاسنان، لانه ممكن الماده المبيضه تتسرب ضمن طبقات السن وتسبب لي تطور بالنخر او حساسيه معممه بالاسنان. التهابات اللثويه كمان عندنا بتعيق انه نحن نعمل تبييض اذا في عندنا التهابات لثويه، لازم بالدرجه الاولى نعالج كل هاي الامور المشاكل من النخور والالتهابات اللثويه، بعدين نصير نطبق الماده المبيضه لنحصل على نتيجه فعلا مقبوله من ضمن المريض وجماليه. نعم. في عده طرق للتبييض، ان كان تنظيف منزلي بالليزر، اكثر من طريقه تنظيف الاسنان. احكي لنا عن الطرق كل وحده على حدى الاليه تبعيتها واكثر الطرق فعاليه. يعني طبعا هلا نحن عندنا طرق عديده، بتبلش بالدرجه الاولى. نحن بالبدايه مثل ما حكينا لازم نعمل تقليح وتنظيف اللثه والاسنان. بعد ما نزيل طبقه الكلس والجير بصير عندنا نوعين من التبييض. نحن هون بنشوف حاله الاسنان، في عندنا تبييض ليزري ضمن العياده، هو بيكون عباره عن جلسه جلستين، كل جلسه لمده 30 دقيقه. نحن بنعزل اللثه وبنطبق ماده مبيضه على الاسنان، طبعا ضمن ضوء ليزري معين بنسلطه. بالتبييض الليزري هذا النوع المريض بيحصل على نتيجة حلوة خلال ساعة، بس ممكن نحن ما بيحصل هو مثل ما بيفكر انه على نحن درجة كتير من البياض، انه بنسميه البياض الثلجي، لا بتفرق عنا كل جلسة يعني 40% من اللون الأصلي للأسنان. في عنا كمان تبييض المنزلي اللي هو عبارة عن قوالب بناخد قياس لأسنان المريض، بنصنع له قالب سيليكوني، هذا القالب بيطبقه بالمنزل مع مادة تبييض. طبعا كل هي بتكون هي التركيز والمادة موصوفة من قبل الطبيب، يعني بنعطيه القوالب والمادة المبيضة بيطبقها لمدة 15 يوم بشكل متواتر بشكل يومي، او ممكن يعمل بينها فترات بسيطة. في عنا كمان هي ما كثير تعتبر هي من طرق التبييض، بس في عنا شرائط تبييض او لساقات ممكن نطبقها على الاسنان ولسه كمان تعطينا نتيجة جميلة. هلأ هي كلها هي طرق التبييض بنسميها نحن بالنسبة للأسنان الحية، اللي هي التبييض المنزلي أو التبييض بالكلينيك. في عنا نوع من التبييض اللي هو التبييض بالنسبة للأسنان المستأصلة اللب أو المسحوب عصبة، ممكن تتضمن لسن واحد. أحيانا نحن بعد ما نسحب سن عصب السن بصير في تلون بالسن مع الزمن، ممكن نشوفه خاصة بالأسنان الأمامية. ممكن نحن نعمل تبييض داخلي بأنه نحط مادة مبيضة ضمن السن ونفتح اللون للدرجة المطلوبة ليصير مثل باقي الأسنان. أكيد.
طيب دكتورة، حكيتي عن الأسنان مسحوبة الأعصاب، خلينا نسأل هذا السؤال اللي كتير عالم بيكون شائع عندها، هل تبييض الأسنان هو حل دائم؟ يعني أنا اليوم خضعت لأحد عمليات تبييض الأسنان طريقة من الطرق، هل هذا حل دائم ولا أنا لا ممكن بدي أرجع مرة تانية بعد فترة معينة أرجع أخضع لطريقة أخرى؟ طبعا هو مفهوم شائع مثل ما حكيتي، كثير من الناس بيفكر اذا انا عملت جلسه تبييض ليزري حاحصل على نتيجه دائمه يعني فور ايفر مدى الحياه. لا، دائما نحن اسناننا والبيئه الفميه بتتاثر بطبيعه حياتنا، يعني نحن مثلا اذا كان عندنا عادات يوميه كالتدخين، شرب منكثر من شرب القهوه الشاي، دائما الاسنان بتتاثر بالشيء المحيط فيها، فحيرجع تتلون الاسنان وترجع عندي هي الطبقه، يعني طبقه التكلسات او طبقه الصفاره العالية. الأسنان. فنحن بننصح بأنه نعمل التبييض مينيموم كل 8 شهور من عيد جلسة التبييض الليزري أو المنزلي، مو أقل، مشان ما نسبب تأثيرات جانبية، تأثيرات ضارة على الأسنان. نعم، طب حكينا عن التبييض، هلأ في ناس غير مسموح لهم التبييض مثلا؟ طبعا في كتير حالات نحن ما فينا هون نتداخل عن التبييض، مثلا كتير من المرضى بيسألونا انه بالاسنان الامامية عندهم بيكون في حشوات على الاسنان، هل هي الحشوات بتتبيض؟ نحن بنقول لا، بس السن الطبيعي دائما هو اللي بيستجيب للمادة المبيضة. كمان الاشخاص اللي عاملين تركيبات خزفية، زيركون، ايماكس، هاي التركيبات ما بتستجيب للتبييض. ممكن الاشخاص اللي بيتناولوا في ادوية بتسبب تصبغ بالاسنان، حتى لو بيضنا لون ما بيفرق كتير عندهم لون الأسنان، بيكون عندهم إجراءات تانية ممكن نعمل لهم إياها لحتى نجمل لهم ابتسامتهم. نعم. الأسنان اللي تعرضت لردود، ممكن الرد كمان هو السن بيكون في غير قابل للتبييض، يعني تلون دائم بيصير بالأسنان ما بتستجيب. طيب خلينا نحكي عن الفترة بين عملية التبييض مثلا كأول مرة والفترة الثانية، مع طبعا مراعاة مثل ما حكيتي نمط شو النوع اللي نحن خاضعين له للتبييض، وايضا كمان اذا نحن بندخن وبنشرب كثير خليني اقول قهوه وشاي وشغلات مصبغه يعني. تمام. هلا الفتره مثل ما حكينا انه ممكن نحن نعيد كل 8 شهور نعيد التبييض. هلا بالنسبه للامور البسيطه، اذا الاشخاص ما كثير بيقولوا بترق ولا لا، انه لا هلا بترق على كثره التبييض اذا كان ضمن تركيز معينه ضمن العياده، يعني المريض ما افرط بالتبييض المنزلي مثلا استخدم تركيز عاليه، فينا نحافظ على طبقه المينا وما ناذي الاسنان. بالنسبه للتبييض، فينا المريض اذا بيهتم بالصحه الفمويه ودائما في تفريش بعد ما نشرب هي المشروبات الملونة، إذا كل 3 شهور عمل تقليح وتنظيف للأسنان بأنه بس نزيل طبقة الكلس وتلميع للأسنان، فينا نحن نأخر فترات التبييض. هو ينصح فيه عمليا بكل 8 شهور للسنة نحن نعيد التبييض مرة واحدة ما نزيد أكثر. وإذا طبقنا التبييض بنفس الخطوات والشروط ممكن نحصل على طريقة دون معنى لسنة. نعم. طب يمكن هلأ بكورونا كتير ناس بتخاف تراجع عيادة أطباء الأسنان، فبتتداول لحالها حتى بتجتهد بالتبييض بالطرق اللي بتقراها على مواقع التواصل الاجتماعي. أول شيء خبرينا التعقيم بعيادة طبيب الأسنان كيف بيكون حتى الناس تطمن إذا كان عندها وجع ضرس أو شيء. ثانيا شو رأيك بهي الخبريات تبع الفحم والفريز والمدري شو اللي بيبيضوا الأسنان؟ وصفات. هلا بالنسبه خلينا نبلش لهدول الوصفات، الفحم هي يعني وصفات غير مثبته طبيا، هي اجتهادات شخصيه، ممكن شخص لقى في فرق عنده، مجرد انت ما تعطيني زياده بالاسنان وتضلك تفرشيهم او تطبقي ممكن يفرق اللون بشكل بسيط، بس طبيا من ناحيه المواد هي ممكن تكون مواد ممكن شوي تبيض الاسنان بس مخرجه للثه بنفس الوقت، فنحن ما فينا نثبت فاعليتها، ممكن ناذي اللثه مع التطبيق المستمر. أكيد. بالنسبة للكورونا بالعيادات، أهم شيء فعلا هو طمأنة المريض، يعني أثبتوا أنه عيادة طبيب الأسنان كتير ناقلة للكورونا. صحيح. بنسبة عالية. نحن طول ما حافظنا على التعقيم والتطهير sterilization بكل الأماكن منخفف فعلا من نسبة الانتقال العدوى، مثل ما بنعرف ممكن فيروس كورونا بينتقل، أي فيروس بينتقل عن طريق الطبيب للمريض أو مريض لمريض آخر أو عن طريق يعني ملامسة المريض لسطوح العيادة. فينا نحن إذا حافظنا بكل شيء بالتعقيم، تعقيم السطوح، تطهير السطوح، في كتير مواد معينة، الكحول الإيتيلي أو الفوم الألدهيد، نقدر نحافظ ونضبط الانفكشن كنترول بالعيادة ونخفف من نسبة انتقال العدوى. نعم.
نعم، يعني بالختام بدنا نتشكر حضرتك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى دائما الصحة والسلامة والابتسامة الحلوة للكل. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها.